اهلا من جديد في اتوبيس السعاده. الملهم، الشخص اللي بيفرق في حياه الناس قبل ما يكون بيفرق في حياه نفسه. بتحبوا الحواديت؟ انا بحب الحواديت جدا. خليني احكي لكم حدوته. مونتي روبرتس ده شخصيه ملهمه جدا، واحد من اكتر واشهر الناس في مجال تربيه الخيول. طب ايه الحدوته الملهمه؟ هقول لك يا سيدي، ركز معايا. وهو طفل كان قاعد في الفصل، فالمدرس طلب من كل اللي موجودين في الفصل، قال لهم انا عايز كل واحد يكتب لي حلمه وعايز يكون فين من خلال الحلم بتاعه في اكبر عدد من الورق. بدات الاطفال تكتب اللي عايز يبقى طيار، واللي شايف نفسه هيبقى فنان، واللي واللي. مونتي روبرتس كتب انا عايز يبقى عندي اكبر مزرعه خيول واكون اشهر واحد في مجال تربيه الخيول، وسلموا الورق وكل واحد روح بيته. وجي تاني يوم علشان يستلم النتيجة بتاعته، كل الولاد نجحت ما عدا هو. فراح للمدرس قال له هو انا اللي كتبته كان وحش؟ هو انا غلطت؟ قال له غلط، انت كتبت حاجة لا تناسب قدراتك ولا تناسب بيئتك ولا فلوسك ولا الحالة الاجتماعية بتاعت والدك. فقال له هو انا علشان اوصل لازم هم دول اللي يوصلوني؟ قال له ايوه. مونتي اخذ النتيجة بتاعت الامتحان اللي هو للاسف سقط فيها وراح لوالده. وبالمناسبة والده كان بيحب تربية الخيول بس على القد يعني. فقال له ينفع ده؟ ينفع بابا ده؟ قال له بص بقى، أنا مش هقرر، أنت اللي هتقرر، يا هتكمل يا هتقف. قال له يعني إيه؟ قال له أنا ماليش دعوة. مامتي بقى عمل إيه؟ رجع الفصل في اليوم اللي بعده وقال للمدرس أنا مش هغير الإجابات بتاعتي. قال له أنت كده هتسقط؟ قال له هسقط، الدرجة خليها لك والحلم خليهولي. المدرس وقف قدام الجملة دي كتير، قال له الحلم ده بتاعي، الحلم ده أنا اللي هوصل له. عارفين مونتي روبرتس فين دلوقتي؟ هو واحد من أشهر وأكبر الناس في تربية الخيول، وعنده مجموعة من أكبر مزارع تربية الخيول. بمنتهى البساطة صدق حلمه فنفذه. انت صدقت حلمك؟ وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه دايما في اتوبيس السعاده. صدق هتكون، احلم ومن حقك تحلم، محطش سقف، وكون على يقين ان حلمك انت اللي تقدر تنفذه. والنهارده في حلقتنا في اتوبيس السعاده وفي المكان اللي احنا موجودين فيه النهارده كان حلم وشخص ملهم وكميه ناس جميله جدا من اصغر سن لاكبر سن هنسمع منهم حواديت. علشان كده النهارده خليني ارحب بفرسان السعاده في اتوبيس السعاده. مساء الفل. احسن نور. عاملين ايه؟ خير الحمد لله. كله تمام؟ مساء الفل يا الورا واللي قدام واتوبيس السعاده منور باهله. نورك يا انس. بقول لك يا عبد الله. بس قبل ما اقول لعبد الله السؤال وقبل ما اسالكم، احنا عارفين احنا هنا ليه النهارده وبعد الحدوته اللي حكيناها دي ولا مش معايا ولا ايه؟ بصوا المكان ده فيه قصص وحواديت عن فكره النجاح. دكتور حلمي ابو العيش والاباء بقى والعيله كلها لا في حاجات حواديت هنعرفها النهارده كده واحنا بنقابلهم وهنسمع حاجات احنا كلنا هنتعلم منها على فكره. طب متحمس جدا لليوم. طب الحمد لله ان انت متحمس. قول لي بقى انت مين الملهم في حياتك يا عبيد؟ دكتور ابراهيم الفقي. دكتور ابراهيم الفقي اشمعنى؟ عشان انا بحب التنميه البشريه عموما، بس هو من اكتر الناس اللي بتشجع الشباب والناس تخطي بقى المشاكل والصعوبات بيفرق مع الناس عموما في النفسيه وان مفيش حاجه تقف قصادها وحاجات كتير كده بتساعد الناس. يعني شايف ان مهم ان الواحد يبقى مؤثر في الناس. في الناس اكتر حاجه طبعا، دي اهم حاجه. انت مؤثر في الناس يا عبد الله؟ بحاول. طيب خلاص انا مصدقك. سيف، ازيك يا سيف؟ عامل ايه؟ قول لي بقى في شخصيه كده قبل الشخصيه، بتحب العمل التطوعي وانك تساعد الناس او يعني يكون في جزء من يومك لخدمه غيرك؟ اكيد. طب اديني امثله. هو الحملات معاك، هو افطار صائم. تمام. والحملات مثلا مع بنك الطعام، مع كل جهات العمل الخيريه بتحب تعمل ده. بيفرق معاك في ايه ان انت تشتغل في العمل التطوعي؟ يعني حسيت فرق معاك انت ايه؟ لو بعمل حاجه انا مبسوط بيها وحاجه انا عايز اعملها، لو حاجه انا مبسوط كشخصية انت بتتغير. ايه بتغير فيك؟ بتغير اللي انا اعرف اعمل الخير. طيب قول لي يا عم عوبد،
العمل التطوعي وفكرة المساعدات، وان هي مش مساعدات، ان احنا نقف في ظهر بعض. انت شخصيتك حسيت ان انت بقيت اجتماعي اكتر جدا، تساعد غيرك اكتر؟ فرقت معايا، وخصوصا الافطار على الطريق لما بننزل نفطر الناس. هو كله جعان جعان، كله عايز افطار. لا يعني هو الموضوع لازم يكون فيه اكل، هتفطروا هتفطروا ما تقلقوش. فاحنا نفهم من كده ان هو انتوا حاسين ان فكرة العمل التطوعي ده بتفرق في شخصية كل واحد، خليه ايجابي اكتر. جدا بتفرق فعلا، بتخلي الواحد اجتماعي اكتر وبيحب يساعد الناس. تفرق في الحاله النفسيه، يعني كل ما بساعد الناس اكتر كل ما بحس ان انا مبسوط، الحاله النفسيه احسن جدا. ايش احنا عايزين النفسيه تكون احسن واحلى بكتير. شايفين يمين وشمال وكل الحاله الجميله اللي احنا فيها دي، تخيل ان يبقى في شخص ملهم هو سبب في كل ده. تخيل تكون انت سبب في كميه سعاده وفتح بيوت كتير وناس كتير تكون في حاله سعيده جدا والدنيا ماشيه وفي رزق وابواب رزق بتتفتح كتير بسبب شخص واحد، علشان هو قرر انه يكون شخص ايجابي، قرر ان هو يسافر يروح يجي يعمل، لكن الاخر هنا في بلده في مصر اللي هو شايف انها اصل كل حاجه. دكتور ابراهيم ابو العيش بطلنا النهارده، بطل القصه، بطل حدوته الالهام زي ما قال الكتاب. كل اللي حوالينا دول انا عايز اقول لكم ده يعني عينه من كم أطفال، كبار، شباب، رجالة، ستات، كل دول جايين في هذا الصرح والمكان اللي بيضم كل حاجة، مدارس تلاقي، مصانع تلاقي، كليات تلاقي، كل ده واحد بس هو قرر أن يكون مختلف، قرر أن يكون زي ما قلت لحضراتكم بشخصية مؤثرة إيجابي. ما فكرش في نفسه بس، فكر في كل اللي حواليه. والمكان هنا مش بيخدم دايرة دي، بيخدم دايرة كبيرة جدا وناس أكتر. تويس السعادة النهاردة مع الشخصيات الملهمة اللي كلنا لما بنقف قدامها بننحني احتراما ونقول هنفضل نتعلم منكم على طول. من هنا، من هنا بتكون البداية. 400 طفل، مدرسة بتستوعب حوالي 400 طفل. 400 دول نقدر نقول من سنة 1980 وهي بتعلم وبتدي تعليم مختلف. الأطفال دول ممكن يكملوا ابتدائي وثانوي وكليات كمان لو عايزين، ده غير الورش وغير حاجات كتيرة في المكان ده. المكان اللي قرر يكون مختلف ويطلع أجيال مختلفة، أجيال زي ما كنتوا حضراتكم بتتفرجوا عليهم دلوقتي أكيد كلنا مبتسمين، لأن دي أجيال هتكون صانعة سعادة. النهاردة في أتوبيس السعادة حلقة فعلا تستاهل إن حضرتك وحضرتك تتابعوها وأنتم مبتسمين طول الحلقة.